to Yes, hello. سؤالي إليك مدام نجوى، حضرتك source of inspiration وعندك خبرة طويلة بال يعني إدارة أعمال واقتصاد، يعني ما بتفكري كنت تفتحي بزنس مع مثلا مجموعة من السيدات اللي عندهم ربما أفكار like when beautiful minds they think together. Thank you very much. Yani, I don't think really that. Thank you anyway for your compliment. But you put me on the spot. I'm the one asking the questions here. But maybe in the future, I think every one of us at the end of the day likes to work at the end of the day, not to work for anybody, just work for yourself. This is actually everybody's wish. But you know, it takes a lot of guts and it takes a lot of passion. And I think guts is the most important word. And I actually, living in the Gulf for so many years, I have a lot of respect for the Gulf women because I come from Egypt. And in our culture, everybody works for the government. Like this entrepreneurship spirit is not there. It's part of our culture. عندنا يمكن احكي بالعربي عندنا مثل بالمصري يقول لك اذا ما لحقتش الميري اتمرخ في ترابه. ده معناه انه انت يعني لازم تكون موظف في الحكومه عشان تضمن مستقبلك. لكن انا لما جيت الخليج وجدت روح غريبه جدا، روح الانتربرنورشيب. كل الناس هنا بتشتغل في البيزنس بطريقه او باخرى يعني. فانا حقيقه بحسد الشعب الخليجي على هذه الروح الحقيقيه العاليه جدا. ويمكن احب اعلق، يمكن السيدة فريال فريح مش موجودة، كانت بتتكلم النهاردة من الكويت على انه الكويت كانت زمان كذا وكذا وكذا. وانا عايز اقول انا عشت في الكويت يمكن فترة كبيرة من عمري، واعتبر نفسي انا بنت الكويت، يعني اتشرف اني اكون بنت الكويت. ولكن الكويت الان بتحاول انها تكون مركز مالي. هذه هي الرؤية او الفكرة اللي طرحتها الكويت منذ سنوات، ولكن للأسف لم يتم فيها شيء. مع أن الكويت كانت مركز مالي قبل النفط، عندما لم يكن هناك نفط كانت الكويت مركز مالي، وكانت الكويت هي المركز، وكل الناس اللي هنا عارفين كانت السفن بتصنع في الكويت، وكانوا التجار يسافروا إلى الهند ويروحوا الهند ويجيبوا البضاعة ويرجعوا للعراق، وكانت يعني مصدر إلهام للتجارة. لأنه في الوقت ده السيرونا كنت بسأل نفسي يعني كل خلال الفترة اللي فاتت دي، لماذا الكويت قدرت أنها تنجح أنها تكون مركز مالي عندما لم يكن لديها شيء؟ ولما أصبح لديها كل هذه الأموال، هنتكلم على التمويل، التمويل موجود، لماذا الكويت لم تستطع أنها تكون مركز مالي؟ فبعد تفكير كبير اكتشفت أنه الكويت نجحت لما ركزت على البوينت اوف سترينث، قوتها، وقوتها ليست النفط، قوتها هي روح الشعب الكويتي، روح الانتربرينورشيب. هو ده الذي جعل من الكويت مركز مالي. لا النفط ولا الفلوس هيجعله من اي بلد مركز مالي، ولكن هي الباشن والشغف بتاع الشعب. فلما كانت الكويت قبل النفط ليس لديها غير هذه الروح، استطاعت انها تكون مركز مالي. ولكن بعد ما جاء النفط واصبح انه نقدر نحن نعتمد عليه، لم تعتمد على قوتها الحقيقيه السترينث. فبالتالي يعني انا بحيي، يعني كويس انت سالتي السؤال ده، لان انا بحيي فعلا هذه الروح في الشعب الكويتي وفي الشعب الخليجي، روح الانتربرينورشيب، وهي بتنقصنا في بلاد كثيره. انا اقول لك مصر ما عندناش هذه السبيريت، ان يكون عندك الجاتس انك تخش وتعمل مشروع وتغامر، ما تعلمناهوش، بس تعلمناه من الخليج. وان شاء الله يعني دايما تكونوا كده مصدر الهام لينا. يعني قبل ما ننهي نحب ندي فرصه لكل بانلست اذا كانت تحب تعلق او تضيف شيء على اللي قالوه. شكرا. طبعا احنا خلق روح رياده الاعمال مهمه جدا، وخاصه في الخليج، لان انت عارفه الكثافه السكانيه قاعده تزيد، اما بخصوص العالم العربي فيعني الكثافه السكانيه موجوده يعني كثير. فانت لما تخلق روح الرياده عندك خلق فرص كثيره. ولا ننسى احنا ان الجهات الحكوميه مهما يعني اشتغلوا فيها وصار في توفير وظائف، الا ما يوصل لمرحله ان ما بيكون في الوظائف لكل الموجودين على في العالم الخليجي. فاحنا نحب نشجع رياده الاعمال لخلق فرص اكثر للعمل. احب احيي الاخت هيفاء الكيلاني ونحترمها كل الاحترام، لان هي منذ احنا اسسنا الجمعيه دائما تدعونا في مؤتمرات سيدات اعمال،
وصراحة هي ممكن يمكن إذا 10 سنوات تتواصل معنا أي مؤتمر عندها تدعونا لها. وأحب أقول لها إن في شقين بالنسبة للزراعة، القطاع الزراعي هي قالت لازم نركز على المرأة الريفية. إحنا في القطاع الزراعي عندك المزارع اللي هو يملكونها سواء نساء أو رجال، وبعدين عندك على القطاع الزراعي. فهني لازم إحنا نتجه إلى أصحاب الأراضي الزراعية ونشوف كيفية تطوير هذه الزراعات وكيفية تصديرها والتسويق لها، لأن الزراعة هي برودكت بعدين، والبرودكت لازم يتحول إلى إنتاج يطلع من خارج البلد. فلما تركزين على أصحاب الأعمال اللي أو الأراضي الزراعية هم اللي بعد ما أنت تطورينهم ممكن تطورين القروية اللي تزرع الأراضي الزراعية. مع كل احترامي لدولة فلسطين الأخت دعاء، إحنا نحبك ونحب فلسطين وفلسطين في قلبنا، ونتأسف إذا ما ذكرنا فلسطين، لأن تعرفين دليل حبنا كنا قبل شهرين عندكم وراح نزوركم بوفد أكبر مما تتوقعون. شكرا. السيدة مي تحب تقولي كلمة؟ إيه أنا بس كان بدي أقول على يعني معك حق، كان مشان القطاع الزراعي واليد العاملة بالزراعة لا تحسب بالعادة لما بيعملوا الإحصائيات، كل اللي عم يشتغلوا بالزراعة وخصوصا النساء ما بيعدون، يعتبروا غير موجودين مع أنه هن قوة فعالة. هلأ نحن عنا بالمؤسسة عملنا عدة مشاريع لتدريب النساء مثلا على تربية النحل، حكينا على قصة المواصفات للبرودكتس اللي عم تطلع إذا بدها تنباع لبرا، يعني مش بس لبرا أنه تتصدر، بس حتى إذا بدها تروح على المحلات أو هيدا، صحيح بيكون إنتاج ضيعة بس لازم يكون مواصفات دقيقة حتى ما يكون في مثل ما حكينا اليوم يمكن خلال الغداء أنه في كتير المواصفات البكتيريا أو يعني يكون الأكل كتير نظيف إذا بده صحية. نعم في قروض كمان عم تطلع للمزارعين، خصوصا للمزارعين قروض زراعية يقال لها. نحن عنا بلبنان مثلا جهة البقاع عم تنعمل هلأ، يعني في مشاريع عم تطلع. فهو القطاع كتير مهم، بس مثل كمان ما تفضلتي انه مش بس مهم، يعني مهم يكون عنا الاشياء الحديثة للبرودكشن وبعدين طريقة التصوير وين بده يتسوق، فهيدي كمان مهمة. شكرا. سيدة رولا. أنا بأبدأ برضو من هنا حيث انتهيتي، يعني في حكاية الزراعة كان في خبرة بسيطة صارت في السعودية، في طبعا السعودية معروفة بالجو الحار يعني، لكن عندنا الشمال والجنوب تتمتع بجو جدا رائع، ففيها كمية مزارع كبيرة جدا. كان أحد رجال الأعمال تبنى فكرة إنه يوظف عنده سيدات، مو هي ما هي سيدة أعمال لكنها ستعمل في الريف، وكانت مبادرة جدا رائعة احتفلنا فيها السنة الماضية بأول محصول زراعي يخرج من أيدي سيدات وسعوديات، يعني كان صراحة لها طعم مختلف. فكرته كانت تنطلق من إنه المرأة تتعامل مع التربة أفضل من الرجل، فأصر على أنه يأخذ يعني جروب كامل من البنات وبدأ معاهم، بدأ بعشرين بنت، بدأ معاهم تدريب ويتعلمهم على أنواع التربة. السيدات هدول بعضهم لا يقرأ ولا يكتب، لكنهم بدأوا معاه أنه يعلمهم كيف التربة، كيف يكون البذر، كيف يكون الفلاحة، يعني بأشياء بدائية جداً، وبدأ معاهم بهذه العشرين سيدة. ما شاء الله الآن كل ما لهم بيكبر العدد وكل ما لهم بيتطوروا، نجحت الفكرة نجاح كبير، وكانت بداية عام 2013 احتفال بأول محصول زراعي يخرج بأيدي هذه السيدات. طبعا تبوك والمنطقة الشمالية غارت فبدأت نفس التجربة، وإحنا جدا سعيدين يعني أنه صراحة كانت انطلاقة بالنسبة لنا إحنا كباب رز جميل ونحن نخدم ونرشح له البنات، ما لقينا صعوبة يعني، إحنا توقعنا قلنا كيف حنقنعها أنها تخرج من بيتها لي تروح تعمل هذا الشيء. فهو قال لا، في وجهة نظر تانية كانت له أنه كل الموضوع ما يحتاج غير ساعتين أو 3 ساعات، فهي أنسب وظيفة للمرأة في هذه المناطق، هي منحتاج منها كل يوم أنها تجي تطمن على التربة تعمل واجبها معاها، وفيلينجز اللي حيخرج من المرأة
للتربة والمحصول اللي خارج حيكون له وضع مختلف. فصراحة فعلا يعني لقيناها واستمتعوا السيدات جدا، وكل ماله العدد في ازدياد، وكل ماله هو بيطلب يعني أعداد أكبر. فإن شاء الله يا رب تكون تجربة كويسة وتنتقل يعني للعالم الشرق الأوسط بالكامل. هذا بالنسبة للزراعة. أما بالنسبة للملتقى، أنا صراحة حابة مرة أشكر وجودنا في الملتقى. تفاجأت جدا بـ 36 countries يعني مشاركة معنا، وهذا يعني فرصة كبيرة جدا يجب انتهازها في تبادل الخبرات. يمكن يعني اقتراح بسيط للملتقى إنه يكون فيه زي ورشة عمل يجتمع فيها هذه يعني متحدث رسمي من كل دولة، ينقل فيها الفكرة لبروجكت أو عفواً لسبجكت معين يختار، بحيث أنه نخرج منها بتوصيات أرجع فيها للسعودية وترجع فيها للبنان وترجع فيها لكل بلد يعني. فيمكن سبحان الله هذا الشيء أحسه يعني راح يضيف لنا يعني كسيدات وغيره. ثالث نقطة سريعة حقولها، كنا في الغداء وكان في زميل موجود بيقول الفرق ما بين ليش الرجل في الملتقى مضطهد. فيعني كل شوي بنقول سيدات الأعمال سيدات الأعمال، فالرجال يعني وجودهم يعني من لهم مؤتمر المرة الجاية يعني إيش الكلام الفاضي ده اللي قاعد يصير للرجال. بالعكس أنا صراحة يعني كنت حابة أنوه عن هذا الموضوع. إحنا بدأنا معاهم ومنهم. إحنا يعني أنا بالنسبة لي شفت أبويا وكان قدوة بالنسبة لي كبيرة جدا، وانطلق بهذا الانطلاق من أنا صغيرة. لكن لولا دعم الله ثم يعني زوجي ما كان قدرت أكمل وأوصل للطموحات اللي قدامي، ولو ما ولدي الآن ماسك بناتي في السعودية ما كان قدرت أجل هنا وأشارك في هذا الملتقى. فلو كانت في نجاحات متعددة أو متكررة فكانت وراءها ومعها وبجانبها رجل. وجودكم جدا مهم، وبالعكس خبراتكم وثقافتكم مهمة جدا، ولن تكون المرأة بدون رجل ولن يكون الرجل بدون مرأة. ولازم نحيي الرجال اللي معانا اللي حضروا، نحيي كل رجل شارك في هذا الملتقى فعلا. نشكر انه اعتقد اني سمعت انه في بعض الرجال تمت دعوتهم ولم يأتوا، فبالتالي لازم نحيي الرجال الموجودين معانا لدعمهم لنا. شكرا لكم. سيدة إيمان. طيب أعلق عليك شوي عشان الرجل. كم سبونسر ورانا شل وتوتل، رؤساءهم كلهم رجال، لما دعم للرجال ما وصلنا اليوم لهذا المؤتمر. صح. فلكن أنا أقول إن يمكن هم يتركون اليوم الفرصة أمامنا لأنهم أخذوا فرص أكثر منا، وبالعكس إحنا دائما نحتاجهم هم المساند الأول. وشكرا لكل رجل يعني وقف وراء امرأة ناجحة. الشيء الثاني بالنسبة للزراعة، إحنا طبعا بيئتنا ما تسمح أن يكون في عندنا زراعة بشكل كبير، لكن قطر الحمد لله عملت مدينة كاملة اسمها المدينة الخضراء، وتوجهها الآن إلى المباني الخضراء، وإن شاء الله بترى النور قريبا. أما المرأة القطرية تحدث موضوع الزراعة في عمل تسويق للمنتجات الزراعية عبر السوشيال ميديا، وهذه أفكار من بنات قطريات. الشيء الثالث أحب أنوه أيضا على مجال إحنا تكلمنا عن الزراعة، بما أني أنا مسؤولة عن لجنة الصناعة في المنتدى، فإحنا نتمنى فعلا نشوف صناعيات خليجيات على مستوى عالمي، مبادرات كبيرة. تعرفون أن حتى أسرع لو كان مشروعنا صناعي نحصل على تمويل من البنوك، فأتمنى فعلا أن يصير مبادرات من دول الخليج في دفع النشاط الصناعي. وهذه توجهات أيضا سامية في آخر اجتماع لسمو الأمير أن نبي المرأة القطرية أن تنخرط في مجال الصناعة والإنتاجية، لأن احنا متركز دائما على الاستيراد بما يعادل 70% أو 80%، ولابد أن احنا نبذل جهد أكثر ونشتغل في هذا القطاع. شكرا لكم لحسن استماعكم وسعة صدوركم، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم في السنة الجاية في وضع أفضل وتكونوا إن شاء الله ملتي مليونيرز إن شاء الله. شكرا. 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 وبحب أشكركم جميعا، وأحب أنا كمان أضيف كلمة إنه أنا أشاهده في هذا الملتقى، والحقيقة أنا جيت وكانت يعني such a wonderful surprise. أنا تفاجئت كل السيدات اللي تكلمت معاهم بهذا العمق وهذا الباشن وهذا الحضور، وتفاجئت كثيرا ببعض السيدات السعوديات التي قابلتهم. يعني الحقيقة شيء وجه مشرف، يمكن الميديا لا ترى هذا الوجه من السعودية. دايما هناك فكرة يا ريت يشوفوا اللي أنا شفته في هذا الملتقى.
فبحييكم جدا وبقول لكم ان انا من خلال شغلي في البيزنس ميديا معظم شغلي مع رجال الاعمال، معلش ما يزعلوش مني، لكن النهارده لما قابلت كل هؤلاء السيدات حسيت ان انا I'm really missing a lot، واتمنى دايما انكم تظهروا في الميديا اكتر من كده علشان الناس تشوف هذه الصوره، واشكركم. اعتقد في جلسه ثانيه ونترك المكان ليهم. الجلسه الخامسه هي اساليب التمويل الابداعيه للمستقبل. اذا ممكن للسيده شيرين علام مؤسس ورئيس منظمه اوتاد مصر، تشرفنا. Hello once again. Hello. I think we need to do. Hello. Can you please take your seats? مساء الخير، بليز نطلب من الحضور الجلوس بس لنبلش بالسيشن تبعنا. Good evening, everybody. I know it's hard, we're getting to the last session, but can we please start? I'm going to introduce the dynamic panel. This way? Yes? Getting it, okay. So let us welcome our dynamic panel. I'm very excited about this. I think we're going to have a lot of fun, and it's something that we can leave you a memory with. Let me start to introduce Mr. Maher Al-Doura, management consultant, angel investor, serial entrepreneur, and above all, a social entrepreneur who applies the falafel theory in this space to build a 1,200 playground in Jordan for $300 each. Please welcome Mr. Maher. Okay. Mrs. Naveen Al-Tahri has an incubator and accelerator established after the 2011 revolution called Delta Shield. She has 33 years of financial background and began with 12 years of corporate banking with Chase CIB, followed by 14 years in capital markets, including brokerage, asset management, corporate finance, investment banking, private equity, and since 2007 focused on SME development to startups. Let's welcome Mrs. Naveen Al-Tahri. Dr. Tariq Youssef, an economist by training and an expert on youth inclusion and policy reform. Dr. Tariq Youssef is the CEO of Silatech, a regional organization that works to improve employment and entrepreneurship opportunities for young people throughout the Arab world. He has held positions at the IMF, World Bank, Georgetown University, and was the founding dean of the Dubai School of Government. Let's give Dr. Tariq a round of applause. And finally, Ben Dessel, serial entrepreneurs. Benjamin is passionate about giving birth to new projects, a new business venture. He likes to incubate ideas and gather added value partners to make it happen. Belgian nationality, he's traveling all around the Gulf for the past 10 years now. He manages the ladies' business platform with the MENA Business Network as vice president, finance in Luxembourg. Pay attention, he might transform a foolish business idea into a potentially good project. Let's give Ben a round of applause also. Okay, now since we got away with a basic introduction, I think that's only the tip of the iceberg. So we can go in and dig deeper. I know we've been talking in the previous session about financing women, but the most important thing is how can we talk about creative financing, and particularly in a region that's very changing, very turbulent, and very challenging.
So I think each of you are very concerned with or working currently with financing in different ways for SMEs, startups, and not only financing. So please let's take just 2 minutes each to just say what you really think has really an impact or can be used in the coming period to make a difference. بسم الله والحمد لله بدي اقول لكم اصعب شيء الواحد يجي يحكي بعد الغداء بعد الظهر فانا ماخذ تدريب قوات خاصه عسكريه حتى افيقكم فاول شيء بدي احكي لكم ثلاث قصص القصه الاولى اذا بعرفوا الروس ايام الاولمبيكس 1980 اخذوا الاثليت تبعونهم قسموهم لاربع اقسام القسم الاول دربوهم بس فيزيكال تريننج القسم الثاني دربوهم 25% mental و 75% physical القسم الثالث 50-50 القسم الرابع 75% mental و 25% physical بعد ما خلصت الأولمبيكس السمر والوينتر شافوا النتائج أكثر ناس أخذوا ميداليات آخر جروب اللي دربوهم 75% mental و 25% physical يعني جزء الكرياتيفيتي واضح هنا فبدنا نكون كرياتيف يا شباب هذا واحد الاشي الثاني يعني في الطيور لما بتطير بتطير بفي شيبت حتى ايش اللي قاعد ورا بطير ورا يكون جهده اقل الاقوياء بيطيروا قدام عشان ايش بنقول له دراج اخف الامريكان هلا بتعرف شو عم بفكروا عم بفكروا يطيروا من الايست كوست للويست كوست طياراتهم تطلع تتجمع مع بعض وبتطير كسرب على الشقه الثانيه حتى يوفروا طاقه فيا اخوان التيم ورك منيح الاشي القصه الثالثه درجه حراره المي عاده بتغلي عاميه على 99 ما بتغلي عاده يعني من مي لبخار طاقة خيالية بتصير الفرق درجة واحدة درجة واحدة بتسوي الفرق الكبير ما بين مي عادية وطاقة خيالية بجوز بهالمؤتمر إن شاء الله كل واحد فينا بيلاقي هديك الدجري الوحدة بيقدر يطبقها بحياته بشغله أو لحنا بهالسيشن هاي نلاقي ذات وان دجري هذا كله مقدمة ل عندي نظرية الفلافل اختصاصي فلافل بتعرفوا كيف الأيام اللي بدور بده يتجوز وبده بدور بده بلاقيش حدا بس بلاقي بنت الجيران قدامه أو بنت عمه أنا اتجوز بنت عمي فنفس الشيء الفلافل قدامنا بنقدر ناخد منها كتير فالفلافل سهلة لكل شيء إنه الكل بحبها ستاندرد وبقدر تطبقيها بكل شيء وبدي شيء بنقوله سكيلبل اند ريبيتبل حتى اختصر انا عندي موديل بعطي عندي 650 شركه بالاردن داخل المدارس الحكوميه نعطيهم $300 بيسووا شركه بتدربوا بيطلعوا بينتجوا هاي ثالث سنه السنه هاي ربحوا قريب ال $400,000 صف 10 و11 أنا بحبش أحكي الكلمة هاي بس 83% منهم بنات اللي طلعوا الأرباح بس هاي الزقفة ما حلوة لنا عرفتوا علي؟ بصركم طول النهار بتطصوا فينا هلا منيح كحلوها بالأخير ف يعني بيضوها رفعونا معنوياتنا شوي فالفكرة إنه إيش؟ كيف منقدر نستخدم the power of the crowd in financing؟ أنا هدول الشركات الـ 650 مش حاطط بس من جيبتي في عندي قريب الـ 200 مستثمر معاي حطوا الـ $300 تخيلوا إذا ناخد نظرية الفلافل powered by the فلافل theory ونقدر to engage as many people in the Arab world and around the world to finance startups أو to scale SMEs أو نسوي ايش بنقول له الفاكتورينج يعني الناس تبيع الاكونت ريسيفبل تبعها والناس من برا تتبناها مع دعم حكومي كالعاده وكل الامور هاي انا هاي هلا بعدين بنرجع للقصه شكرا uh,
ايوه it's tough to come after you. Anyway, let me start by saying and it's a pleasure to be here and it's a pleasure ان احنا عمالين بنتكلم الستات all along. بس in finance and money knows no one, no woman and no, and so actually the problem of financing is not just for women, it's equally the same for men. And I think what we are actually in the luxury of in this timing, and we're all having to be creative regardless. And the creativity comes from the fact that there is a need. الحاجة بتنشئ الوسيلة يعني هي this is it. And right now, all of us are actually working in one form or the other of how it is that we can create the environment for the entrepreneurship that has risen across the region. We're luckier because when we look at the US and the Silicon Valley, we are actually the Silicon Valley right now of the whole, this region is. And I think we're seeing it when you look at the amount of initiatives that are being done by the foreign institutions, which I'm very lucky to be part of in many of them. MIT, Cartier, everybody is actually giving in wanting to find that next opportunity to take that and grow in foreign, in the US or whatever. So we're seeing a lot of focus on ITC. Because I come from a financial background that starts from banking to capital markets to startups and SME financing, I see that the thing is you cannot just generate one thing. There's no generality to it. It is we have to be creative, and that creativity will differ from one person to the other, having seen what it is that's there. I think collectively, when you look at all, each one of us there, from Shireen and Maher, Tara, and Ben, all of us have a different model. But at the end of the day, I think it's that opportunity of bringing this together and taking it and trying to make something that is really we all share in, and more information that what is it and what is available for each one that's there. Thank you. سامحيني أنا ضيعت السؤال. ضيعت السؤال؟ نعم. يعني بعد الحديثين الشيقين للزملاء أنا يعني ما هو السؤال اللي ممكن من وجهة نظر المؤسسة اللي أعمل فيها أنا أعقب عليه؟ No, no. The main question is that we have, each one of you have different models and how you support and help startups and SMEs. طيب يعني إذا يعني سأتحدث من وجهة نظر المؤسسة اللي أنا أعمل فيها مؤسسة صلتك مقرها قطر مؤسسة إقليمية. معظم مبادرات المؤسسة في هذه اللحظة قائمة على فكرة بسيطة. الفكرة تقول بأن في هذه اللحظة في معظم الدول العربية وخصوصا الدول اللي تمر بتقلبات سياسية وتعرضت لصدمات اقتصادية، المبادرات اللي نحن في حاجة إليها في الفترة القادمة أغلبها سواء في مجال التنمية، تمويل، مساعدات الفنية، يجب أن ترتكز على التعاون ما بين مجموعة من الأطراف، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو رجال وسيدات الأعمال، بهدف تقديم حلول عملية لمشاكل واضحة. فالمبادرات اللي يشترك فيها أكثر من طرف إحدى المدخلات المهمة. المبادرات اللي ترتكز على استخدام التكنولوجيا سواء في مجال التأهيل أو التدريب أو التطوير أو المساعدات الفنية تبقى كذلك مبادرات مهمة. سأعلق باختصار على مبادرة نحن في العام الماضي يمكن جسدت العنصرين هذين، ورغم توجسنا من هذه المبادرة أو من مكوناتها في اللحظة الأولى إلا أنها فاجأتنا بمعدلات ومستويات نجاحها وقدرة هذه المبادرة على تعميمها في أكثر من مجال. منذ حوالي سنة ونصف بالتعاون مع الشركاء في الحكومات وفي القطاع الخاص طورنا منصة إلكترونية للتمويل. منصة إلكترونية للتمويل سميت باسم منصة كيفا للشباب العربي. بإمكان أي شخص موجود في هذه القاعة أن يذهب إلى ويب سايت ويقدم تمويل لمشروع قائم.
في المغرب أو في مصر أو في تونس أو في اليمن أو العراق أو الأردن. أنا حقيقة عندما قدم لي هذا المشروع في أول لحظة كنت سأرفض الفكرة، لأني لم أكن مقتنع في ذلك الوقت بأن في العالم العربي الناس سيقبلوا فكرة تقديم تمويل عبر منصة إلكترونية باستخدام الكريدت كارد أو باستخدام وسيلة إلكترونية بعيدا كاملا عن اللي حيستفيد من التمويل. في غضون سنة من إنشاء هذه المنصة وكانت مركزة على الشباب تمكننا من تقديم تمويل لأكثر من 7,000 شاب في 5 دول عربية. 7,000 شاب ورهم 7,000 مشروع، كل منهم يمكن شغل شاب ثاني. فالتأثير في سوق العمل كان واضح من خلال مبادرة بسيطة. الأهم من هذا كان عدد المساهمين في تقديم التمويل. وجدنا في غضون هذه السنة أكثر من 100,000 فرد ذهب إلى منصة إلكترونية وقدم قرض لشاب شاب أو شابة موجودين في 5 دول عربية. هذا التوجه أو هذه الفكرة أو هذه المبادرة البسيطة أكدت لنا ما تحدث به الأخ قدورة منذ لحظات، بأن نحن في حاجة في هذه اللحظة إلى سواء كان في موضوع التمويل أو التأهيل أو التدريب مبادرات جديدة متميزة تتجاوز العوائق التقليدية القائمة، تتجاوز الحاجة في الاعتماد على طرف واحد أو الاعتماد على حكومة واحدة، تخلق قنوات جديدة لربط الأسواق بالمشاركين في الأسواق، الموظفين بالباحثين عن فرص العمل، الممولين بمن يبحث عن تمويل. هذا التوجه سيتم توسيعه إن شاء الله في الفترة القادمة، وسنطلق أكثر من منصة إلكترونية تستهدف أكثر من وسيلة أخرى أو وسيلة من وسائل التمويل. هناك تمويل قروض حسنة، هناك تمويل في بمقابل، وهناك تمويل قد يكون في صفة منحة لطلبة يبحثوا عن فرص دراسية، وناس سيدات أو رجال يريدوا أن يستثمروا في أنفسهم. فسأقتصر في هذه المداخلة في هذا الموضوع، يمكن نرجع مرة ثانية نتكلم على الأمور اللي علاقة بسيدات الأعمال. شكرا. What was the question again, Shireen? We are here in order to launch a business platform for ladies in Qatar. So we have a big challenge for financing as well, because we have here a book full of projects for you. We need to find financing for that. So at our level, the tools that we might be trying to develop together would be like a small version of crowd financing, because one project we have here could be offered to a group of ladies. So if a few ladies are passionate about one sector, about one activity, we will try through this platform that we're developing with Qatar Business Women Association, we might try together to find a common solution to reach a certain level of financing and to be able together to launch the project. On my side, as we will try to bring project from Europe, we can also try to negotiate with them to find a certain kind of financial collaboration between them and the local lady. It's not easy for legal reasons sometimes, and also because there is a gap of culture between European people and Arabic people. Sometimes they don't understand, they are afraid. So it's not so easy to convince a European partner to come to MENA region or to the Gulf and to bring money with him. This is something we are working on as well. This is maybe another tool that we could try to develop together. Also, something important is that we will try to bring projects with a certain kind of assets. So from scratch, the project has assets, intangible or tangible assets. And this is something that sometimes is easier than what we think and can give a certain kind of confidence to the bankers, to the loan givers, to the ladies together that wants to finance our project. So those are some ideas we are trying to put together in order to find solution together, European partners bringing ideas and local ladies, partners,
kind of crowd financing group of persons. So we are very open, and I think we have a very open group here to find some creative solutions. Thank you. Actually, I feel like Alice in Wonderland. I have so much to ask and talk about. So I just want to go back to one point Dr. Tarek said, that you were hesitant to accept this new innovative way, and yet you did. Can we say that our markets, what's happening in the region, is it really making people more susceptible to accepting new innovative ways of doing things, or are we still going to face the challenge of when we introduce a new idea, we're going to be challenged? سؤالك مش بسيط في هذا الموضوع يا أختي شيرين. يعني أنا ترددي حقيقة يمكن عكس تكويني الشخصي. ذهبت إلى جامعات، معظم التكوين كان منهجي أكاديمي، النظرة للعالم كانت تستند على السياسات الحكومية والقطاع المصرفي، كانت كل ما يدور في ذهني تقليدي إلى أبعد الحدود. هذا أفقدني الاستعداد لتقبل أفكار جديدة، أفكار قائمة على الإبداع، على استخدام التكنولوجيا اللي حقيقة تجاوزت حدود أغلبنا في التعامل معها. فالترسيخ لهذا المنهج في تقديري خطوة مهمة نحن متبنيناها في المؤسسة، ونرى بأن هذا المدخل مدخل مهم لمعالجة الكثير من مشاكلنا في العالم العربي في هذه اللحظة. يعني الاستناد إلى القطاع الحكومي، انتظار مبادرات من القطاع الخاص، أو تدخل المؤسسات الدولية، في تقديري معظم الأفكار ستكون أفكار تقليدية أغلبها تم تبنيه في السابق وكانت النتائج بسيطة متواضعة. نحن الآن فعلا في حاجة بصورة أمس من أي وقت سابق إلى ثورة في تفكيرنا، في معالجتنا، في تعاملنا مع هذه الأمور. المبادرات القائمة على التعامل اللي فيه ابتكار، فيه حلول عملية واضحة، فيه مبادرات تجمع من طرف في تقديرها، هذه المنهجية منهجية نحن في حاجة إليها، سواء في مجال التمويل أو معظم المجالات التنموية الأخرى، وخصوصا في تقدير القضايا اللي ليها علاقة بدور المرأة في المجتمع، دور المرأة في الاقتصاد، لأن دور المرأة يرتبط في نهاية الأمر بمجموعة أخرى من القيم المترسخة في داخل تراثنا ومجتمعاتنا ونظرتنا للدنيا، وهذا نحن نريد أن نتجاوز بحلول عملية فيها ابتعاد عن الأساليب التقليدية السابقة. هذا كان القصد من حديثي. على نفس المنهج الحقيقة أنا أحب أقول إحنا إزاي برضو لما بنبقى كجيل أكبر أنت بتبقي متعودة على الطرق الممنهجة، نعمل الحاجة إزاي والقواعد. في الإنكوبيتر واحدة من أول الشركات اللي جات لي في السياحة سنة 2012 في مصر، فطبعا حاجة يعني you wouldn't even cross your mind and I would want to. But listening to two investment bankers who left their jobs and are actually wanting to do something very different. What are they wanting to do? They want to do camps in places where people have not visited in Egypt. And it's a very Facebook page. And I can tell you, they are doing a magnificent job and just putting their ad on. And so you would not imagine that السياحة at this time, tourism in Egypt. So it just gives you a feel in the creativity of the young themselves is coming out. But how are we supposed to react to that? And making sure that you provide the hub for how to do it and in which formats is really the key. And that creativity is something that is coming along, we're seeing, as things are progressing. The young people actually think totally differently. I hire a lot of young people, and the thing is, every time I seem to be pulling them down, realizing I pull them down, I tell them, when you find me pulling you down, just make sure that you tell me why I shouldn't be doing it this way. It's a different generation, and it is online, and it's all connected. We have to be that creative. أنا عادة عمري ما كنت أفكر صح أو traditional، كنت مجننها لأمي.
فدائما بفكر بالطريقة كيف مختلفة. بس أنا هلأ بدي أقولكم في عنا حلول موجودة. مثلا أنتوا تفرجوا على ستوك ماركت، نيجي لحنا بنقدر نشتري أسهم بأي شركة كإنديفيدجوالز، بروح بشتري سهم بكون مسجل وحقي محفوظ. طب ما بنقدر ناخد الموديل هذا والكونسبت تو فاينانس كومبانيز نفس الفكرة ونجيب هال، يعني يكون في governance structure هيكلية لإله، بس أقدر أدخل أنا هال على الانيشال ماركت هاي الكابيتال ماركت، ونحن بنفوت نشتري وبعدين نشتري أسهم إذا كان في إشي طرح جديد. نفس الفكرة بنقدر ننسخها ونقول هاي للشركات الصغيرة والاس ام اي ماركت، اس ام اي ماركت نقدر حتى نمولهم. كيف؟ إنه نقدر كلنا كإنديفيدجوالز أجي أنا أحط $100 تمام وأكون أنا بمول شركة تمام. هذا الكي أنا بلاقي يعني الفكرة إنه نحن في عنا قريب 60% من العالم العربي شباب تحت 30، الإنترنت عندهم ما مشكلة، لازم نبني إشي ونطلع إشي من هالمؤتمر، نبني إشي للمستقبل. الشغلات القديمة مش ضابطة ولازم شوي شوي نجيبهم على هالمودلز اللي حكينا فيها حتى يمولوا، حتى ممكن اجي انا واسوي اشي مضاربة اسلامية على الانترنت افوت مشاريك فيها. نفس المبدأ، نفس الشيء اجي اقدر انا اشتري اذا في شركة عندها رسيفة بالذمم وبقدر يروح هلا بروح البنك بياكله اذا بيجي يخصمها عنده، نقدر نوفر لهم سوق بقولوا فاكتورينج يعني accounts receivable exchange حتى يقدر نموله إذا عنده receivables عنده contract. هاي الأفكار، هاي إنه والله نروح على البنك ونحسن وضع البنك، البنك عنده مسؤولية towards الshareholders تبعونا والdepositors، عنده مش فارقة عنده هو إلا لتيجي الgovernment to guarantee هاللون زي ما بسووا بعض البلدان بيعطوهم. عم بقول لازم نطلع بحل disruptive زي إنه نيجي ناخد أمثلة زي اللي حكينا فيها هلا ونحاول نركض فيها ونطبقها. هاي هنا الكرياتيف بارت إن ذس سيشن، الكرياتيف بارت إن فاينانس. عشان الفاينانس إشي بورينج على فكرة، مش حلو كتير، بس إذا دخلناه وصلنا نقدر نخترع ونطلع إشي جديد هنا الإكسايتمنت. وكيف نقدر نجيب، بنقولها بير تو بير لندينج، بير تو بير فاندينج، كيف نقدر نجيب هالناس برا يمولوا ويفوتوا بالعملية هاي كلها. هذا التحدي تبعنا. Also, I want maybe just because I'm European and you don't notice yourself, but Islamic finance is something beautiful you have and we don't have. Islamic finance, if I'm not wrong, you imposes an economic reality in everything you finance. Okay? We speculate in many things that has nothing to do with real businesses, and that is. I think when we see the development of Islamic finance in Europe, because it's something we really take care about now, I think it might be for you here a good opportunity to tell those people in Europe bringing and developing Islamic finance, we do have deals here, opportunities that respect Sharia principles. It gave me a lot of gray hairs to make those deals Sharia compliant. So I can tell you it's something that we are not familiar with in Europe, okay? But if we want to bring deals here, opportunities, we need to make them respect Sharia principle. And I'm sure there are billions of dollars in Europe that wants to become Sharia compliant, okay? But they are looking for some assets to finance. So things has to be, of course, bridged between here and there, but I can guarantee you, I think soon in Luxembourg, the first real Islamic European bank will be created. So these banks will look for Sharia deals or business opportunities that are respecting the Sharia principles. And we start to know those Sharia principles step by step in Europe. And there we are, let's say, slower than you are, because this is your culture and religion, and you should maybe take advantage of this situation to propose to those people things that are in the MENA region that are respecting the Sharia principles, and they will maybe see that as an investment opportunity, and for you it's a financing opportunity.
Obviously, the tools or the mechanisms exist. We just have to find a more innovative way of using them, of linking them, of building them. Maybe what are, I don't know, how can we change the mindset in a quicker way? Because I think we're facing major challenges. And if we wait for it to take its path, it might not catch up in the lifetime of people and the youth particularly. So I would ask that question of the panel, and then I'll open it to the audience. If you please can give us the ideas also of how we can do that. How can we change that mindset using a lot of the things that we already have? Okay. I think it's not changing the mindset. It's true that there are places where there's money, but the people who want the money are not finding where the money is. And so to a great extent, there isn't one platform that actually shows you where to go if you are, there is no one way to finance all the people. It depends at which stage the investors are. Are they at the idea stage? Are they at the early startup stage? Are they in a growth stage? Are they actually in default and having problems? I mean, these are all different venues too. There is no one venue that you're going to go and say, this is how they go there. So I think to a great extent to make it easier for the people is to go where? A lot of the places start by saying you do the business plan. I mean, sometimes you have really entrepreneurs who are very clever, and they may not even be educated, but they are entrepreneurs and they have their business and they're starting. These people, how would they know that there is this money for vocational businesses? So I think there is the need to for a platform that shows where, who is interested in what, and how to do it and who to go to. And it's not a teaching. I mean, this is not a college. You don't teach entrepreneurs to be an entrepreneur. And I think that we seem to be getting into that rut of saying we're teaching. Each college has now a division of entrepreneurs, where other people like INJAZ, for instance, we both sit on INJAZ, and they start in schools. So they teach them that, it teaches them, number one, how to work as a team. It gives them a project. And ultimately, they come up with something that they've learned without having been telling them this is entrepreneurship. Some people are built to just go to a workplace or a government. There are people who do not know how to think outside of the box. But there are people who can lead many of those that do not know how to think outside the box. So if you have one person that's there, he's going to employ the other people. So I think the knowledge of where everything is, so you have Silitech does something, and Meher does a lot of things, and there's a lot of things out there that if only we can create that platform, it would be great. Yani Abdelatif Jamil, we just heard them, and they're doing a great job for many years. They're there. بدي أورط المؤتمر وطارق. أنا برأيي هم مدام ضيوف عندهم، صح طارق؟ صلتك وقيادة طارق والمؤتمر لازم يجوا يتبنوا هالبلاتفورم هذا اللي منقول أي واحد ممكن تكون البروجكتس عندهم، بس يتجمعوا ويطلعوا مدام عندهم صلتك ريجنال بلاي، بدهم يطلعوا ويقولوا يا جماعة هذا اللي بدنا نسويه، ونطلع تبروموت. الناس مش عارفة وين تروح. أول إشي يكون في عنوان واحد، بعرف إنه الواحد he has to go shopping. يعني دائما باجي الشباب، أنا مسوي بجوز 48 investment، بيجي بقولوا لي angel investor، بقول لهم I am an investor, I'm not an angel. يعني هاي التركيبة عليها I'm an investor بالأخير. بس تعرف إيش؟ ما بتفرق عندي البزنس بلان، أنا بهمني البني آدم اللي عم بستثمر فيه والفكرة نوعا ما، عشان إذا استثمرت بهالإنسان هذا راح يضبط الفكرة تبعته. البزنس بلان كلها عك وحكي، وأي واحد ممكن يحط سبريد شيتس، بس لازم الإنسان. فهذا اللي بقوله أنا، مهم إنه نحط كل جهدنا ورا فكرة إبداعية زي هيك موجود البلاتفورم،
تمام ونمشي وراها وبس ايش وي بروموتد زي في عندنا مثل بالاردن بقول لك بدكش تكون زي اللي بترقص بالعتمه يعني سوري في كثير نساء هلا كنا نحكي لي ناجحين ما بيعرفوا يلبسوا على التغطيه علمي السكسس ستوري زي مهمه نلهم الاخرين ستات ورجال فهاي اذا كانت بون بليس وان ادرس بكون حل كبير وبجوز هذا اللي بكون اذا اشتغلنا بحق ربنا يعني بحقنا بالجي هاي حتى نطلع بالبلاتفورم هذا والله انت تكلمت بالنيابه عنا كلنا وانا يعني انا متفق معك جمله وتفصيلا في كل ما قلته يعني عمليه المايند سيت تشينج تغيير العقليات عملية تراكمية محتاجة إلى قدر من الوقت محتاجة إلى مبادرات محتاجة إلى العمل على مجموعة من المسارات في التعليم وفي التدريب وفي التلفزيون وفي الإعلام كل الكل يجب أن يشارك في هذا الأمر وأنا على الأقل في بعض الجوانب أجزم بأن حصلت بعض التغيرات النوعية الواضحة حتى في تناولنا لموضوع ريادة الأعمال يعني من منكم يذكر من 10 سنوات إذا تناولت أي من المؤتمرات اللي كانت تعقد في المنطقة قضية ريادة الأعمال ما أظنش كان موضوع حاضر بالعكس كنا نستصعب في الفكرة وبحثنا لسنوات عن مرادف لكلمة الانتربرنورشيب وكل منا كان يفتي في هذا الموضوع ما كانتش عندنا حتى أدبيات تبين هذا الأمر قطعنا حقيقة حصلت نقلة نوعية في العقد السابق في هذا الموضوع إلى أن أصبح الكل يتكلم عن ريادة الأعمال نتناول هذا الموضوع هناك مسابقات تلفزيونية ومسابقات في معظم الدول فعملية المايند سيت تشينج محتاجة إلى ديمونستريشن ومحتاجة إلى تحمل المسؤولية من قبل الجميع اللي حقيقة ما زال ينقصنا وهذا الموضوع اللي أشار له أخوي قدورة وأنا يعني أتفق معه 100% في هذا الأمر هو كيفية نقل الأفكار هذه إلى مستوى متقدم ننقلها قريبا إلى عالم التفكير بوضوح في مسارات عملية وفي مبادرات يلتزم فيها الجميع بدورة يعني مش لقاءاتنا ومؤتمراتنا لا زالت عبارة عن مهرجانات إعلامية أو إخراج وإعادة اكتشاف لنفس الأدبيات اللي قائمة حقيقة أمر غير مقبول في هذا الوقت أن تبقى لقاءات ولا أتحدث على هذا اللقاء أنا بالعكس أنا متفق مع الأخت اللي أشارت من قبل وقالت ياريت لو يخصص جزء من لقاء العام القادم لعمل workshops مثلا أو لعمل جلسات عملية يكون فيها التركيز على الربط ما بين سيدات الأعمال اللي يملكوا رؤوس أموال وشابات عندهم أفكار وعندهم رغبة أن يستلموا هذه المسؤولية يعني أنا حقيقة هذا الأمر يسبب لي كثير من الأرق وكثير من الفرستريشن غير عادي تمشي مثلا لنيويورك لتحضر كلينتون جلوبال انيشيتيف فكرة المؤتمر هذا كلها قائمة على الالتزام إذا أنت تريد أن تلتزم بالقيام بشيء في مجتمعك لك الحق في أن تحضر غير هيك أنت مش مرغوب فيك أصلا ولن تعطى لك المنصة لماذا لا نطور مثل هذه المنصات اللي نجمع فيها هذه المبادرات نقدم فيها الأفكار اللي تكلم عليها زميلي وعزيزي أفكار ناجحة، أفكار واعدة، أفكار جديدة ونربط الجهات الأخرى المسؤولية حتكون للجميع في هذا الأمر وأنا فقط يعني نقطة بسيطة تعقيب على كلام زميلي فيما يخص الإسلاميك فاينانس كمثال مهم في هذا الأمر معظم مؤسساتنا الخيرية منذ أن تم إنشائها لا زالت تعمل في العمل الخيري فقط هذا عمل مهم وعمل مطلوب ولكن لماذا لا تطور من المؤسسات الخيرية من مجرة عملها ليشمل بالإضافة إلى الأعمال الخيرية والإنسانية أعمال تنموية تخدم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التوظيف والتأهيل والتعليم وغيره العاجز هنا ليست مسؤولة عن هذه المؤسسات وحدها العاجز مسؤولين عن إحنا كذلك لم نقدم لهم أفكار لم نقدم لا أفكار مؤسسية ولا مبادرات ولا حتى رغبة في أن نطور عمل مشترك معهم ففي تقديري النهوض بأنفسنا في هذه اللحظة يتطلب التركيز والوضوح والعملية ومعالجة المشاكل القائمة على الأرض وهذه مساهمة فقط بسيطة الموضوع يمكن نتطرق لساعات يعني ليعطى حقه شكرا
Well, maybe it's a